مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليسيان. كيما تعرفوا شاهدتوا برواحكم وشفتوا كيفاش رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بالتدابير الاستثنائية وكيفاش جمد البرلمان وحاسب سيف الدين مخلوف وغيرها وبرشا من الفاسدين باش تحاسبوا في الايامات القادمة، لكن الضرب القاضي باش تجي للناس الكل ومش يعرفوا مصيرهم وين في الحبس اكيد. كيما سيف الدين مخلوف، التجاوزات اللي قام بها سيف الدين مخلوف ماش باش تعدلوا بالسهل، على ذيك اتحاكم وشد الحبس. اليوم سيف الدين مخلوف عامل اضراب جوع، حالته الصحيه تعبه على الاخر، هذه الاخبار اللي باقه تداول، عنده 4 ايام دخل في اضراب جوع، لا ماكله لا والو، على ذيك تم نقله الى المستشفى. كما قلت لكم هذه الاخبار اللي باقه تداول، ما نعرفش انا وين يحب يوسك يعمل اضراب جوع، هو ما يضر كان في روحه ماشي في باله سيف الدين مخلوف كي يعمل اضراب جوع باش يخلو سبيله ويرجع على عائلته. لكن انت عندك اغلاط ولازم تتحاسب عليها كي تدخل مش في اضراب جوع انت وغيرك، خاطر نهبوها البلاد ما خلوا فيها حتى شيء يصيح. وحكينا في عديد الفيديوهات التجاوزات اللي قاعدين يقوموا بها، وقال شنو احنا ديمقراطيين ونحن حريه ونحن ندافع ونحن ما ثم حتى شيء، كله نهب في نهب. على ذيك اليوم هو حالته الصحيه تدهورت، ان شاء الله نطلبوا له احنا شفاء لا شماتة، لكن زاد الحمد لله انه القضاء دخل وعاقبه وشد الحبس وبتعليمات اكيد من رئيس الجمهورية انه لازماته يتعدى على المحكمة العسكرية، محاكمة عسكرية ما يتعداش على محاكمة عادية. القضاء امتاعنا القضاء العمومي لا لازم محاكمة عسكرية، خط القضاء امتاعنا قيس سعيد حكاية وقال انه ثم برشا فازين وطلب من القضاة انهم مش يكفوا على التجاوزات اللي باقين يقوموا بها. على ذيك سيف الدين مخلوف وغيره وامثاله باش يتعدوا محاكمة عسكرية مش محاكمة عادية. حصلوا كما قلت لكم اليوم سيف الدين مخلوف حالته الصحية حرجة نوعا ما بسبب الاضراب جوع اللي عملوا، عنده 4 ايام. حصلوا ما تنسوش تعطوني رايكم على الكلام اللي كنت تسمعوا فيه، واذا كنت تحبوا رئيس الجمهورية والتدابير الاستثنائية وكيفاش باقي يقضي على الفاسدين والمحتكرين، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وهكذا نكونوا وصلنا الى نهاية الموضوع.